مساء الخير، نرحب بكم في اللقاء، لقاء الاثنين في التجمع القومي. وفي هذه المناسبة يحتفل العالم في 16 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتسامح كحافز للدول والشعوب بتقبل الرأي الآخر وتقبل التنوع والتعدد في الآراء والمعتقدات والاجتهادات. ويسعد التجمع القومي هذا العام بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار التسامح هو الوجه الآخر للعدالة الانتقالية. واختيار هذا العنوان هو بمثابة دعوة إلى ضرورة تعلم ونشر وتكريس مجموعة القيم التي يسودها التسامح كمنهج حضاري يقضي بمنح الآخرين حرية التعبير عن الآراء والأفكار المغايرة وضرورة العيش وفقا للمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا، وإلى الحوار بين الأفراد والجماعات والقوى السياسية والمجتمعية والسلطات السياسية، وذلك لإيماننا الراسخ باعتباره أفضل الوسائل لحل الخلافات، وهو من ضروريات الحياة ومن أهم وسائل الاحترام وتبادل المنافع وصولاً لترسيخ مبادئ ومفاهيم المساواة بين البشرية في المجتمع. يشرفنا ويسعدنا في التجمع القومي التعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في كافة المجالات الحقوقية، ونرحب الليلة بأمينها العام الأستاذ عبد الجليل يوسف ليتحدث لنا حول عنوان الندوة، وكذلك توجد مداخلة لأبو منصور بعد انتهاء الأستاذ عبد الجليل، فليتفضل. مشكورا. شكرا. مساء الخير. مساء الخير. يسعدني أن أشترك مع التجمع القومي في الندوة الليلة بخصوص التسامح كمفهوم باعتبار الوجه الحقيقي للعدالة الانتقالية. طبعا التسامح لبنى من لبنات المجتمع المؤمن بالتعددية الذي يقر الحريات الأساسية لسائر الأفراد والجماعات ويضمن للجميع المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من خلال هذا المفهوم الذي يعمل على ترسيخ قيم التسامح في العلاقات بين مكونات المجتمع وتكريس السلوك التصالحي. إذا كانت الديمقراطية هي النظام الذي يقوم على الإدارة العادلة للتعدد داخل المجتمع عن طريق مؤسسات تمثيلية يتم التوافق على قواعد تعاملها، فإن التسامح يكون بمثابة ركن أساسي في تحقيق الهدف المتوخى من التوافق، وهو الوصول للحدود الدنيا لضمان رضا كل الأطراف. اليوم العالمي للتسامح يرجع الاحتفال باليوم العالمي للتسامح إلى عام 1995، عندما أعلن المؤتمر العام لليونسكو في دورته 28 بباريس يوم 16 نوفمبر من كل سنة يوم عالمي للتسامح، استند إلى 14 إعلان دولي وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية. يقام الاحتفال في العالم بهذا اليوم من أجل إدابة الخلافات بين الناس ونشر ثقافة التسامح بعيد عن أي اتجاهات ثقافية أو سياسية أو دينية. مبادئ التسامح التي جاءت في إعلان اليونسكو وتعني بأن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري للثقافات، ويعزز التسامح والانفتاح والمعرفة والاتصال وحرية الفكر والمعتقد والضمير. كما يضيف الإعلان العالمي للتسامح بالنسبة للدول مقتضى ضمان العدل وعدم التمييز في التشريعات وفي تطبيق القوانين والإجراءات الإدارية والقضائية. كما يعني الإعلان بالنسبة للدول إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز، فكل استعباد أو تمييز أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والتعصب، وهو نقيض التسامح. الطائفية أسهمت في تفكيك مجتمعاتنا العربية، والتسامح قد يكون الرد الأمثل على التعصب الطائفي والانقسام المجتمعي.
قد شكلت الكثير من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مظلة لتعزيز قيم التسامح، من بينها اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز العنصري عام 1965. الإعلان المتعلق بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة 1979، والإعلان المتعلق بالقضاء على أشكال التعصب والتمييز القائمين على أسس الدين والمعتقد عام 1981، وغيرها من الاتفاقيات التي تشكل منظومة سياسية وحقوقية متكاملة، وتدور في أغلب محتوياتها هو التأكيد على أهمية التسامح في توفيق السلم الاجتماعي والدولي. بل إن وثيقة إعلان المبادئ الصادرة في عام 1955 ربطت بين التسامح وحقوق الإنسان والديمقراطية والسلم، وبالتالي ارتقت بالتسامح لصورة قيمة وقيمة قانونية تتطلب الحماية من المجتمع الدولي، حيث تم التأكيد في البند الأول من الوثيقة على شمول مفهوم التسامح على العناصر التالية: أولاً، قبول تنوع ثقافات عالمنا واحترام هذا التنوع. ثانياً، التسامح يقوم على الاعتراف بالحقوق العالمية للشخص الإنساني والحريات الأساسية للآخر. ثالثاً، التسامح مفتاح حقوق الإنسان والتعدية السياسية والثقافية والديمقراطية. رابعاً، إن تطبيق التسامح يعني الاعتراف لكل واحد بحقه في حرية اختيار معتقداته والقبول بما يتمتع به الآخر، كما يعني بأنه لا أحد يفرض آراءه على الآخرين. من هنا نشأت العلاقة بين التسامح كقيمة إنسانية ونزعة القانون الدولي حول تأكيد متطلبات العدالة الانتقالية وأهمية التمسك بذلك. هناك أفكار ودعوات دعت إلى ضرورة وجود وثيقة عربية للعدالة الانتقالية ممكن أن تنطلق من عمل جماعي حقوقي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بهدف تأسيس شبكة عربية تنسجم مع القواعد الدولية للعدالة الانتقالية. التسامح فكرة بمعناها المعاصر، حيث لم تعد واجب أخلاقي وسلوكي أو مبادئ ودعوات سياسية وحسب، بل واجب قانوني لإقرار التعايش والتعددية والتنوع وحق الاختلاف والدعوة للمشترك الإنساني. بعد صدور ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1945، ومن ثم صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول ديسمبر 1948، بدأت فكرة التسامح تنتشر شيئا فشيئا ويتعزز رصيدها، وخصوصا بتأثير الحرب العالمية الثانية. ثانيا، الحاجة للتسامح. كيف السبيل لبناء وترسيخ ثقافة التسامح في ظل أوضاع من عنف وإرهاب ولاسيما انتشار التعصب والتطرف؟ ولعل الأمر يتطلب توفر شروط موضوعية أولا وذاتية ثانيا لنشر وتعزيز ثقافة التسامح. أولا، بيئة سلمية لا عنفية، بيئة تعترف بالآخر وحقه بالعيش بسلام من دون خوف وضمان حقوقه كاملة على أساس المساواة. وهذه البيئة تحتاج إلى قوانين وأنظمة تشريعية، وتحتاج إلى قضاء لتطبيق هذه القوانين وحماية الحقوق والحريات. رابعاً، توفير بيئة إعلامية تتيح حرية التعبير ونشر قيم التسامح والتعايش. خامساً، خلق بيئة اجتماعية ومجتمعية من خلال منظمات المجتمع المدني، وأن تكون هذه المنظمات مستقلة. سادساً، التوصل إلى فهم مشترك للتسامح. سابعاً، الاعتراف بحقوق الغير وخصوصاً الفئات الضعيفة في المجتمعات. وكان الإعلان العالمي إعلان يونسكو بعد حين صدر ليؤكد أنه من دون التسامح لا يمكن أن يكون هناك سلام، وبدون السلام لا يمكن أن تكون هناك تنمية وديمقراطية. العدالة الانتقالية، بات مفهوم العدالة الانتقالية بات مفهوم التسامح متجدد في أغلب الأمم الناهضة من الحروب والنزاعات الأهلية والاضطرابات السياسية وحقب القمع والاضطهاد والملاحقة، وتزايد الحاجة لها في المنطقة العربية بما يتناسب مع حجم الضغوط والتحديات التي تجابه تقدم المجتمعات العربية نحو الديمقراطية والتنمية والاستقرار. وعلينا الإجابة على بعض الأسئلة. السؤال الأول:
ما الذي يجعل النشطاء والمدافعين ما الذي يجعل النشطاء والمدافعين والسياسيين وقادة ومفكرين في أكثر من ساحة مهتمين بقضية العدالة الانتقالية وتطبيقها في المنطقة العربية؟ السؤال الثاني، هل هذا الاهتمام من أجل ما هي دلالاته؟ وما الذي يمكن أن يسفر عنه سواء على صعيد توعية نخب محددة فاعلة في هذا المجال أو من أجل توثير ثقافة داعمة لهذا الاهتمام؟ كيف يمكن للدول العربية التي شهدت تغييرات وتطورات سياسية تستوعب دروس تطبيق العدالة الانتقالية والخروج من البعد السياسي وضرورة الاقتراب من العدالة الاجتماعية فيما يخص قضايا المرأة وحقوقها؟ كذلك فإن العدالة الانتقالية لجأت إليها الشعوب فأسهمت في انتقالها من حالة الحرب إلى السلم أو من حالة القهر إلى الديمقراطية الحقيقية مثل جنوب أفريقيا وإيرلندا وبعض دول أمريكا اللاتينية، ومن بينها تجربة عربية تستحق الدراسة بتفحص وإمعان، وهي التجربة المغربية في الإنصاف والمصالحة، حيث أن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تتشكل من نشطاء حقوق الإنسان فقط، وإنما امتد تشكيلها وأعضاها إلى ضحايا في مقدمتهم الراحل إدريس بن دكري الذي خرج من السجن وقاد التجربة بنفسه. خصائص العدالة الانتقالية: توجد ثلاث خصائص تميز العدالة الانتقالية. أولاً، اعتمادها على مقاربة شمولية متكاملة في معالجة أرث الانتهاكات الجسيمة، إذ أنه لا تقف في حد التقصي وإنما تعمل على جبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا واتخاذ الإجراءات الكفيلة وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة وإنصافهم. ثانيا، كما تتسم العدالة الانتقالية بقدرتها على الإبقاء على التوازن المطلوب لخدمة مختلف الأهداف حسب خصائص كل مجتمع ومقتضيات الواقع. ثالثا، أهم خاصية للعدالة الانتقالية اعتمادها على مقاربة يكون الضحية في مركزها ويكون رد الاعتبار من أبرز أهدافها. ثانيا، أركان العدالة الانتقالية: أفرزت التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية أركان في الموضوع مبنية على القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذه الأركان والمكونات الأساسية التي تتألف منها العدالة الانتقالية هي الحقيقة، جبر الضرر، إصلاح المؤسسات والمصالحة، المحاسبة، وهذه الأركان منهجية واحدة، فالمفروض أن تأخذ مقاربة العدالة الانتقالية هذه المكونات كاملة بدون نقصان أي ركن من هذه الأركان. المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمان العدالة عدم التكرار، تولى السيد فابيان سلفولي الأرجنتيني الجنسية مهامه كمقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر في 1 مايو 2018 خلفا للسيد بابلو دي غريف من كولومبيا. والمقررون الخاصون جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. قرار مجلس حقوق الإنسان اعتماد مقرر خاص للحقيقة والإنصاف جاء في 29 سبتمبر 2011، يعين لمدة 3 سنوات، وتشمل ولاية المقرر الخاص التنفيذ الشامل لآليات العدالة الانتقالية، ومن ضمنها عمليات المصالحة وإصلاح المؤسسات والعدالة الجنائية. ويركز منصب المقرر الأممي على الضحايا ويأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي، كما أن من الترتيبات طويلة المدى للمقرر الخاص الحوار مع الدول والقيام بزيارات لهذه الدول، ويرفع تقارير لمجلس حقوق الإنسان وأيضا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. من التجارب العربية في موضوع العدالة الانتقالية التجربة المغربية: أنشأ ملك المغرب محمد السادس نجل الحسن الثاني هيئة الإنصاف والمصالحة في نوفمبر 2003، وتم تكليف الهيئة بتحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة الانتهاكات من حقوق الإنسان، انتهاكات الماضي التي وقعت من 1959 إلى 1999. بدأت الهيئة عملها رسميا في يناير 2004، واستغرقت 23 شهر،
بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي. قامت الهيئة بحل 742 قضية اختفاء قسري، وقدمت تعويضات مادية إلى 9779 ضحية. كما عقدت الهيئة مدة عملها 7 جلسات استماع علنية حية على التلفاز في 6 مناطق لإقرار الحقيقة التاريخية. قدمت اللجنة تقريرها النهائي للملك في نوفمبر 2005 بتوصية بعمل برامج جبر الضرر جماعي في 11 منطقة. احتوى التقرير على توصيات تخص السياسات العامة مع التشديد على الحاجة لتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان وكذلك الحماية القضائية والقانونية. الهيئة قامت بحل كثير من قضايا الإخفاء القسري، فقد حلت 66 قضية عالقة، وقد بقت 66 قضية عالقة. بعض هذه الحالات شائكة سياسيا وتشمل على هذه الحالات المعارضين للنظام. أحد أشهر هذه القضايا قضية المهدي بن بركة، وهو سياسي مغربي ذات ميول يسارية، واختفى في باريس عام 1965، حيث قضت المحكمة الفرنسية بأن السلطات المغربية تتحمل المسؤولية عن اختفائه. تجارب عربية لم تكتمل. هناك التجربة الجزائرية عام 2005، أصدرت الحكومة قانون المصالحة المعروف باسم ميثاق السلم والمصالحة، الذي لا يزال ساري حتى الآن، لكنه لا يتفق مع مفهوم العدالة الانتقالية. وواجه القانون العديد من الانتقادات على المستوى الإقليمي والدولي. التجربة العدالة الانتقالية في ليبيا، أهم العيوب التي والانتقادات التي تطال قانون رقم 17 لسنة 2012 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لأنه قانون استبق المصالحة الوطنية عن مصطلح العدالة الانتقالية، مما سبب لغط كبير لدى الرأي العام الليبي، حيث مفهوم فهم من القانون يعني العفو عن والصفح وعدم القصاص. كما أن القانون صدر بصورة عاجلة بدون حشد الرأي العام، ولم تتناول وسائل الإعلام المرئية والمسموعة هذا القانون. كما أن هذا القانون لم يتم إشراك مؤسسات المجتمع المدني وضحايا الانتهاكات في الحوار حول هذا القانون. إن هيئة تقصي الحقائق التي أنشأت بموجب هذا القانون المذكور على لم تعمل حتى الآن، كما أن الهيئة لم تملك مقر مباشر لها لتباشر أعمالها. كل أعضاء الهيئة من القضاة المتقاعدين، وبذلك سوف يكون عمل الهيئة مشابه للعملية القضائية، ولم تضم شخصيات وتخصصات أخرى مستقلة. أنا تقريبا ورقتي انتهت منها. شكرا للأستاذ عبد الجليل. انتقل بنا حول الوطن العربي وبعض الدول حول العدالة الانتقالية والتسامح. إلا أن أنا إذا مو غلطان ما عرشت على البحرين، يمكن في الأخير. الحين نعطي الميكروفون للأستاذ عبد النبي العكري لمداخلته في هذا الجانب. شكرا. مخلنها لي. إقامة هذه الندوة، وأنا حقيقة طرأت على بالي الفكرة بشكل متأخر. المدخل الحقيقة للتسامح هو أن يكون هناك في بيئة منفتحة ومتفائلة، وطبعاً ضوابط أخرى مثل الدستور واضح والقوانين والآليات والثقافة أيضاً للتسامح. ولكن ما ذكرنا هو انه اي بلد يمر ازمه تخلق هناك في حاله من لا تسامح، وكما هي سائده. وانا فقط ساستعرض تجربه اللي هي بعد سنه الاستفتاء على الميثاق 18 فبراير 2001، وكلنا يمكن نستذكر الحراك الذي تم على مدى سنوات لإقامة
الدخول في تجربة مختلفة، الدخول في تجربة جديدة. طبعاً بعض ملامحها كانت واضحة في استفتاء النقاط، طلاق صلاح الله السياسيين أو الموجودين إلى آخر من التجارب الطبيعية، ولكن سأتناول أن نقطة واحدة كان ممكن تحدث فرق وتقوى في ولا في المستقبل أو في التطورات اللي كانت النقطة أو المبادرة هو أن الحقوقيين وأيضا السياسيين وشخصيات من المجتمع مع الحراك اللي صار يعني في بعد 2001 والتطورات خلقت أجواء الحوار وخلقت أجواء للانفتاح على تجارب الآخر. كنا نذكر بأنه كانت هناك في حركة مجتمعية سياسية طبعاً مجتمعية نشطة ونفتقدها ومنها الحركة الحقوقية. الحركة الحقوقية كانت طبعاً ممنوعة سابقاً ولكن بدأ الترخيص للمنظمات، بعضها كان يشتغل بدون ترخيص. وأعتقد أن في من ضمن الأشياء طبعاً كانت موجودة جمعية الإنسان، مركز الإنسان، شباب مأجل، جمعية شباب مأجل الإنسان، في كانت هناك في رابطة أو حسب ما أعتقد مارسل يعني مؤسسات مجتمع مدني أكيد آخرين اقتصاديين اجتماعيين، لكن إلى جانب ذلك كان هناك في نوع من الرابطة أو للضحايا العديد في ذات الوقت والشهداء انفتاحي ذاك الوقت طبعا رغم التعدد كان هناك في تعاطي وكان هناك في انفتاح وإمكانية للانفتاح على القوى الأخرى على التجارب العربية، خلط الحقوقيين وجمعياتهم في العمل الحقوقي العربي والدولي، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أمنستي، حتى أمنستي عملت لها فرق لم يرخص، ولكن كان هناك في مسألة العدالة ما ينطرح على خميسة من العدالة الخيرية أو ضرورة القيام بعملية من أجل كشف الحقيقة من أجل الإنصاف والمصالحة، يعني في الأخير تريد توصل المصالحة ولكن بشرط أن يكشف الماضي ومعنويا، يعني تطرح هذه المسألة من تعويض الضحايا وايضا الاعتراف بما جرى لهم احياء الذاكره الجمعيه ما يسمى بالماضي من اجل تاسيس ذاكره مستقبليه او مجتمع متسامح. من هنا كان تعاون لاستضافه او لاخذ ندوات ويشارك فيها من عندهم تجارب. وانا اتذكر ان في ذاك الوقت اكثر من منظمه استدعيت من البحرين، من المنظمه العربيه لحقوق الانسان، من المعهد العربي لحقوق الانسان، من فريدوم هاوس وسويت الحريه، و يعني جاءت كفاءات الحقيقه عربيه ودوليه لتقدم تجربه، منهم شوقي بنيوم من المغرب، في واحده من ايضا هان جلي اللي هو كان من المنظمه الدوليه للعداله الانتقاليه في تونس، من جنوب افريقيا اتوفى هيومن رايتس ووتش ايضا كان جوستور، يعني عديد من الموضوعات عقدنا معاه اجتماعات وكان ذاك الوقت لا ما كانت هناك مشكله. من هنا كان ايضا من ناحيه انفتحنا على العالم، انا شخصيا رحت دربن لجنوب افريقيا للاطلاع على تجربه جنوب افريقيا، وايضا طبعا رحنا تونس المغرب استضافونا، زرنا هيئه الانصاف والمصالحه المغربيه، بمعنى انه حاولنا نطلع على التجارب الاخرين والاخرين يجون يكون تجربة. وكان 2006 هو يعني مليء بالزخم خلينا نقول هذا. ومن هنا دعت جرى تشكيل ائتلاف او لجنه وطني من اجل العداله الانتقاليه، وكان حضر المؤتمر عقد بمناسبه اليوم العالمي لضحايا التعذيب في 26/6/2006 في قاعة فلسطين بوعد، وطبعا مع تشكيل هذه الائتلاف والتحضير للمؤتمر استثيرت القوى المضادة
وكتب في الصحف الصفراء يعني هجوم ان احنا نريد نستعدي العالم على ما يجري في البحرين على التطبيع وان نريد احياء الضغائن. وطبعا قضى الامر بان تدخل الجهات العليا لان يتم مؤتمر او ينعقد المؤتمر من موقف الدوله ان احنا يعني ان احنا قمنا بما بما هو مطلوب بحيث عفينا عن الذين ارتكبوا اعمال ضد الدوله وان اطلقنا سراح المعتقلين الى اخر ذلك وانه يعني فعلت العداله الانتقاليه هكذا كان المفروض. لكن طبعا هذا ليس صحيح. ولكن الشيء الايجابي انه سمح بالمؤتمر وكان هذا لان كان مهدد بان يلغى وشاركت الحكومه في الدوله في ذاك الوقت وزيرة فاطمة البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية وأيضا شارك نائب رئيس مجلس ال شو اسمه الشورى الدكتور كان من جمعية صلاح علي صلاح علي طبعا موقفهم كان في المؤتمر بان احنا الدوله قامت بالتقارير لكن ذاك اليوم كان يوم مشهور بالتقارير والكلمات الوفود المنظمات الدوليه اللي جت من رايس ووتش من جنيف ايضا حضروا ناس من جنوب افريقيا وايضا شهادات من محايرنا. بعدها طبعا تشكل كان الامل بان يتم تجاوب من الدوله ولذلك تشكل هذا الائتلاف اللي بدا يحاول يوثق ل يعني ما مر به ناس من عنت وانتهاكات فاضحه وعمل قاعده بيانات للضحايا وبدانا نشتغل حقيقه. ولكن كما نعرف بان التطورات جاءت عاكسه 2000 يعني استمرت هذه التجربه في اعتقادي الى 2007 لتنتهي وبعدين توقفت التجربه لم تلقى اي تجاوب. وطبعا دخلت البلاد بعدها في تطورات كلكم تعرفونها بحيث انه بحاجه يمكن الى مرحله جديده وظروف جديده لنعاود الكره يمكن ويمكن الانتهاكات يعني الانتهاكات اللي جرت في التسعينيات يعني شيء قليل يعني يمكن نستذكر يمكن طبعا هي ليست قليلة لكنها أيضا تطورت إلى حياة لاحقة أشد خطورة وأشد عنة. وهذه يمكن التجربة تلقي بأنه عندما نلتقي بأصدقائنا من المغاربة والتوانسة وغيرهم اللي وأيضا يسألوننا ماذا جرى يعني تجربة تقول رحم الله أيام زمان يعني ومثل ما قال يمكن الأخ يوسف أن التجربة المغربية على قصورها هي قاصرة والمغاربة يقولون أنها قاصرة ولكنها يمكن هي أفضل تجربة. التجربة التونسية توقفت هل ستستأنف؟ اقتصرت على ما يسمى الحقيقة والحقيقة والكرامة بمعنى جلسات استماع ولكن لم تفعل آليات الانتصاف الانصاف والمصالحة إلى لأن السبسي القائد السبسي اللي هو السيد رئيس الجمهورية وهو كان واضح بأن عدم استذكار الماضي عدم إحياء الماضي يعني السنة الماضية وتوقفت التجربة التونسية. هذين هما تجربتين العربيتين واللي يعني نأمل أن مستقبلا تتغير ظروف بحيث نقوم بتجارب نجحت فيها دول كانت أكثر تقييم في الجنوب ونجحت فيها واستطاعت أن تبني تجربة رائعة. وآسف للإطالة. شكرا للأستاذ أبو منصور على المداخلة القيمة. في إذا أول شيء بطرح إذا في أحد عنده مداخلات غير بعدين نطرح نترك مجال للأسئلة. ممكن أضيف على كلام. طبعا أنا عندي إضافة على كلام أبو منصور. في تجربة بعد المصرية في التجربة السودانية وفي التجربة الجزائرية يعني كل دولة لها تجارب بس هذه التجارب يعني
شكلية وجهضت يعني ما استكملت يعني. بالنسبة للتسامح أنا عندي نقطة بعد، بالنسبة للمؤسسات الوطنية في الدول وفي العالم عليها مسؤولية تتعلق بموضوع التسامح مرجعية باريس، خاصة في الفقرة 3 شرطة باء، تقع على عاتق المؤسسات تعزيز وضمان التناسق بين التشريع واللوائح والممارسة والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. قمة أولويات هذه يعني الاهتمام المؤسسات الوطنية هو نشر التسامح ومواجهة الكراهية والتعصب. فطبعا هذه حسب يعني طبعا المؤسسات الوطنية اللي حصلت على شو اسمه تصنيف يعني. في شكرا. الأخ محمود عنده مداخلة، في أحد ثاني عنده مداخلة بعد؟ شغلة. مساء الخير. بداية شكرا للأخ أستاذ تشرين والأخ عزيز المنصور مداخلتهم. أنا الحقيقة يعني إذا ناخذ التسامح كمفهوم هو مفهوم أخلاق، وبالتأكيد أنه يعني هذا المفهوم لا يقتصر على فقط العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، هو يفترض أن يتعدى إلى كل أو يشمل كل مناحي الحياة، جوانب اجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليم والمعرفة والثقافة. وبدون شك التسامح يعني نهوض المجتمع، يعني استقرار المجتمع، غياب أي لعامل التصادم. لذلك في هناك التسامح لفرص للنهوض. سؤال، إذا احنا أقرينا بهذا الشيء، أقرينا بهذا المفهوم، لماذا بعض السلطات في الدول العربية يلجؤون إلى إثارة عدم التسامح والبغضاء والكراهية بين أفراد المجتمع؟ يتجهون لخلق أزمة بينما هو يفترض البحث عن الاستقرار، خاصة في ظل الأزمات. لذلك يغيب الإعلام وتغيب ويغيب التعليم، بل يتحولان هذان المرفقان إلى مساعدان لإدارة الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، شيء حقيقة يحير. أنا حقيقة كان بودي أن يتم تسليط الضوء على هذه الجوانب. شكرا. سيد شرف. كأنه ما يشتغل. بس أنا يعني مع احترامي اللي تقدم فيه الأخ جديد والأخ عبد الدني، تكلموا عن تجارب العدالة الوطنية، وهذا صحيح بالتأكيد، لكن التسامح هو يأتي بعد تنفيذ مبادئ العدالة الوطنية. يكون هناك عدالة وطنية وتصل هذه العدالة الوطنية مثلا للإنتاج مثل ما حصل في الغرب، ويقف إذا نريد أن هو يتنازل واحد الشخصية. هنا يقع مبدا التسامح. هو ان نقبل المختلف معه. التسامح هو ان نرفض التمييز الموجود في المجتمع من اجل بناء ثقافه موحده لعناصر المجتمع بشكل عام. التمييز هو لا يكون هناك نشر لثقافه الكراهيه. هذا هو التسامح. التسامح هي المبادئ الاخلاقيه مثل ما تقول هذا التسامح وين ممكن أي دولة أو أي بيئة في المجتمع تستطيع أن ترسخ مبادئ التسامح في المجتمع هذا هي من خلال وأهم وسيلة لها هي المناهج التعليمية، تزرع مبدأ التسامح بين الطلبة باختلاف الأمور.
الوطن الدولي والخلاف الوطني والمنهجي والخلاف ما بين الفقراء والاغنياء والى اخره، هنا هي المبادئ اللي يشتغل عليها. لذلك يعني لو اردنا ان نهرج الى البحرين، هل عندنا هذه الثقافه موجوده؟ ذكر انا في البرلمان 2006 فيما بعد طرحوا احد البرلمانيين مجموعه طرح قانون عدم التمييز، لأن هذا القانون لم يحضر أو أنه مسير به إلى الغايات. وأنا لاحظت في المجتمع البحريني وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها لا توحي بأن نعيش بيئة تسامح المجتمع، هناك بيئة يعني نحتاج إلى تعزيز هذه الثقافة أولاً، ثم نستطيع من خلالها الانطلاق الى مبادئ التسامح وغيره. وما ما طرحوا فيه اخواننا في المملكه اللي هو تجارب العداله. شكرا سيد. انا هني بس بضيف اضافه بسيطه اللي هو الاعلام، بالاضافه للتربيه والثقافه والسلوكيات، الإعلام اللي يلعب دور كلش خطير في هذه الأمور. في أحد عنده سؤال أو مداخلة؟ دكتور. سؤال توضيحي، الأجل من التسامح والعدالة الانتقالية شيء متقابلين تماما. التسامح عن الضرر يكون فيه معنوي، فهمي واحد سوى فيك كيسة وقوك شكرا تتسامح عنه أو تغض النظر أو تتغافل، بينما العدالة الانتقالية الضرر يكون فيها مادي، يعني تعذيب صاب حقوق، ولذلك يحتاج إلى حقيقة ومصالحة وجبر ضرر. يعني ما ممكن يكون العدالة الانتقالية بدون جبر ضرر، بينما التسامح أكثر صوب المعنويات. يعني هذه كنا بنفرق بين التسامح والعدالة الانتقالية. نوع الضرر في التسامح معنوي، نوع الضرر في العدالة الانتقالية مادي. هذا الأساس كما في تعليق يعني. شكرا. عليهم بعدين بعلق على ايه. شكرا. لحظه سيد تفضل. انا اتفق مع كلام الدكتور، وكنت الدكتور بعد عايش هذه المرحله لما كان في الجمعيه البحرينيه لحقوق الانسان. هو في كل الدول هو جبر الضرر عن الضحيه، لان بس كثير من التجارب يهربون من هذا الموضوع، ممكن لان في جبر الضرر. انا شفت التجربه الايرلنديه ان يجمعون المرتكب الجريمة مع الضحية ويقابلون مع بعض، يتقابلون. وإذا كنت أنا كضحية بسمح لي أوكي، ما بسمح لي أنا أريد حقي، يعني ممكن حق مادي أو حق يعني يعاقب. وهذه المشكلة المرتكبين لهذه الجرائم في كثير من الدول ما ينالون عقابهم، يعني لأن هاي قضية كلش مهمة وحساسة. تفضل سيد. شكرا استاذ جميل وابو منصور، شكرا للنقاط التجمع القومي. يعني هي لا شك ان مناسبه مهمه، يعني كل العالم يحتفل فيها كل بطريقته، ولكن يعني في مساله التسامح انا اعتقد انه التسامح يحتاج الى اناس متسامحين عندهم يعني ثقافة التسامح، عندهم الجانب الحضاري، لأن هاي الحقيقة ثقافة. إذا أنت لن تتسامح مع الآخر وقبل كل شيء، المتسامح يجب أن يعترف ويقبل بالآخر، الآخر المختلف، ليس الآخر اللي هو كوبي نسخة مكتوبة الأصل. فأعتقد أنا أنه في موضوع التسامح نحتاج، سنسمع وسنقرأ اليومين عن
مساله التسامح بصير هي الامان والى اخره، ولكن في حقيقه الامر لكي يعني تنجح مساله الاعداد الانتقاليه اللي تفضل فيها الاستاذ ويكون هناك انصاف ومن صالحين، يجب ان يكون اناس صادقين قادرين على 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 الفعل. في جنوب افريقيا نجحت التجربه بسبب بسيط ان المجتمع والسلطات هناك قرروا انهم يخرجوا من هذه الازمه، في ازمه حقيقيه. في المغرب مشوا يمكن ثلاث ارباع الطريق، بس في الجزائر لا، يعني سلامه سلم يمشون يتكرفسون. في مناطق اخرى يعني تعثرت. هنا يعني قبل حل وعد كان في مشروع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في سنة 2005 قدم إلى القيادة السياسية، يعني مثل ما قد بعدين تبنت من الائتلاف من 13 جمعية، ويعني تم النقاش فيه والمؤتمر وإلى آخره، ولكن خلاصة الأمر نحن نعتقد أن المسألة تحتاج إلى ناس جادين ليعبروا بالمرحلة، وعلشان نعبر بالمرحلة يجب أن نعترف بالمصائب التي حصلت. وعلى هذا الأساس أنا أعتقد أنه نحن راح نتأثر إن لم نتمكن من أو ما يكون عندنا جرأة الاعتراف والإقرار بما حدث. إحنا اليوم أمام منعطف أيضا آخر، نعترف عنك مرحلة التسعينات والثمانينات والسبعينات، اليوم أيضا المنطقة كلها أمام منعطف خطير. كل مجتمع بحاجة إلى قدر مهم من التسامح بحيث أنه يحافظ على ما تبقى من سلم أهلي. هذا السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي هو أساس للتنمية المستدامة يتسعى على كل دولة، وبدون هذا هذه المفاهيم وترجمتها لا يمكن أن يتطور أي مجتمع. بالعكس سنجد المعضلة مثل ما تفضل أبو علي في مسألة التعليم، في الإعلام، في التطبيق، في التعثر بيكون مركب وقاعد يغرق. إن لم نتمكن من جره إلى بر الأمان أعتقد أنه أن هذه السفينة راح تغرق. شكرا. في حد بعد عنده شكرا جزيلا للأخ العزيز المحاضر والأخوة الداخلة في الموضوع. وفي الحقيقة يعني التجمع القومي بعد طرح هذا النوع بالفعل في إحساس عميق بحاجة المجتمع اليوم في البحرين لنشر قيم التسامح والعدالة، رغم تفاوت التعريفات لهم، بس الجوهر حاجة له موجود. وتزايدت يعني أبو منصور تطرق إلى الجهود لحد منتصف الألفية الماضية. إحنا نعرف إنه بعد 2011 وما تلاها من أحداث
زالت الحاجة إلى موضوع عدالة الانتقالية. وكان يفترض أن تقرير اللجنة المستقلة يعني وضع الأساس للتوصيات اللي طلع بها، لو تنفذت كان ممكن تأخذنا إلى مرحلة جديدة من الموضوع. يعني لو تم التأسيس لهذه التوصيات بشكل صحيح كان ممكن تأخذنا إلى على الأقل على سكة العدالة الانتقالية. اليوم يعني الواحد طبعا يتكلم عن الإعلام، يتكلم عن التعليم، يتكلم عن الثقافة، يتكلم عن السياسة، ولكن احنا يعني بالنهاية ندعو الدولة أن تكون القدوة، أن تكون القدوة في نشر التسامح حتى في طريقة التعامل مع تداعيات 2011 لم يكن هناك تسامح. في طريقة حل التشبهيات والاعتقالات و يعني الأحكام اللي صدرت ما فيها التسامح، بالعكس فيها تشدد كبير، والانعكاسات اللي صارت في المجتمع والإغال بين الناس في موضوع أيضا هذا يعني ضرب ضربة قاسمة لقيم التسامح. فإذا يعني ظل الحاجة حقيقة اليوم أكبر من أي وقت مضى لوجود مبادرات للتسامح. هنا يعني أدعو الجمعية وإحنا أيضا موجودين أن تطرح مبادرة مجتمعية شارك فيها من التعليم، شارك فيها من الثقافة، شارك فيها من الإعلام، شارك فيها من الجمعيات السياسية، مؤسسات المجتمع المدني، يعني وخلي يكون في مبادرة وطنية تراجع إلى هذا الأصار على مستوى التعليمي، الثقافي، الإعلامي، السياسي، المهني، وتطلع مبادرة يعني كيف ممكن نؤسس يعني قيم التسامح ونخلو خطوات لإعادة الحديث عن العدالة الانتقالية في المحكمة. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد. تفضل يا أستاذ. مساء الخير لكم. أولا أشكركم على موضوع جدا طيب، موضوع التسامح والعدالة الانتقالية. بصراحة يعني أنا بأسأل من باب المتابعة الجانب السجناء، يعني هل بإمكان محاولة كرة يعني العفو، بطلب العفو من القيادة الرشيدة في هذا الموضوع من جانبكم؟ ومن جانب العدالة الانتقالية يعني أيضا من جانب المسامحة، يعني التسامح عجبني صراحة دولة الكويت اللي بادرت بالعفو الأميري بإعفاء النائب السابق في البرلمان، هاي مبادرة طيبة جاءت من أمير الكويت في باب التسامح.
وايضا من جانب الامارات ايضا قامت بموضوع التسامح، بادرت يعني دوله الامارات بموضوع التسامح، هذا شيء جيد انه ينمي الشباب والشباب المستقبل في التسامح والعفو. ومن باب العدالة الانتقالية مع الأسف الشديد لاحظت في الآونة الأخيرة العراق ولبنان، يعني هذه الطامتان الكبرتان في باب يعني العنف، لا يوجد تسامح أو نجاب باب يعني دخول في العراق دموي مع الأسف الشديد، ووصلت الحال إلى اليوم من الأزمة اختفاء السيولة المالية في لبنان. يعني هالمواضيع من باب العدالة الانتقالية، يعني نرى أن هناك أيضا في دول يعني مضطرة من موضوع هذا العدالة الانتقالية، فما رأيكم في هاي الموضوع؟ شكرا جزيلا. نشكركم ونترك المجال للأستاذ جليل للتعليق. بالنسبة لمرجعية التسامح، أهم نقاط المرجعية تتعلق بالتعددية الثقافية، لازم يكون في تعدد ثقافات، عدم وجود ثقافة القطيعة، أن أنت ما تقاطع هذا في المجتمع طرف من خلال الإعلام، طرف يقاطع طرف، والابتعاد عن الاتجاه الانعزالي، يعني أنا يعني كان أسوي البلد كانتونات كل واحد ضد الثاني، والاعتراف بالخطأ، يعني ما في واحد معصوم، يعني إذا أنا أخطأت أعترف أن أنا أخطأت. بالنسبة للعدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية يعني هي شبكة متكاملة تتعلق بالحقيقة والإنصاف والمصالحة، وأساسها جبر الضرر. أنا لا يمكن أسوي حقيقة وإنصاف ومصالحة بدون ما أركز على الضحية اللي هو جبر الضرر. الضحية إذا وافق الضحية أن يعفي عن الأداء، هني في الحالة هذه او يبقى تعويض او يبقى ياخذ حقه. بالنسبه لسؤال احمد مكي، بالنسبه للتوثيق كان كله توثيق، يعني ما يعني بالنسبه للانتهاكات كانت موثقه، بس ما صار يعني حل لهذه. شكرا. اخر متداخل ابو منصور، تفضل. جيد أن يكون هناك في حوار ووجهات نظر متباينة، لا شك أن موضوع التسامح مختلف عن العدالة الانتقالية لكنه مترابط. التسامح يوجد في مجتمع أو هو قيمة أخلاقية وحالة ثقافية، حالة المجتمع، وأكيد لا يمكن أن يكون هناك مجتمع متسامح إذا ما كان هناك في ديمقراطية، فيه حقوق للأقليات أو المجموعات المختلفة، التعددية الثقافية، حرية التعبير إلى آخره. ولكن كما نرى اليوم في العالم ممكن يكون بلد فيها قدر كبير من التسامح وما شكل التسامح العرقي والثقافي وغيره، ممكن تنتكس إذا وجدت أجواء مسممة أو يطلع التيار مسمم. نأخذ تجربة البرازيل. تجربة البرازيل أيام لولا سيلفا واللي بعدها ليس سابقا، يعني مشت البرازيل قطعت شوط كبير في التسامح، بين كما تعرفون البرازيل فيها اعراق، فيها جنود، فيها من اصول السكان الاصليين الاوروبيين الوافدين، فيها الهجرات، فيها ثقافات مختلفه، في ناس يعيشون حتى حياه بدائيه وفي ناس يعيشون، لكن ماشي الاندماج الاجتماعي كان ماشي لحد اليوم. البرازيل تعيش حالة من الكراهية، يعني رئيس يميني متطرف بالسيناريو أعتقد اللي بدأ يعكس تماماً تراجع البرازيل لما تحققته من فاضل التخويف المجتمع مثلاً استعداء البيض على الباقي الأعراق. ثم كذلك في الولايات المتحدة، اليوم في الولايات المتحدة تكون هناك في حالات من العنف العرقي في ظل ترامب، في دول غربية متطورة أيضا تصير في ردات، مثل ما صاير ما صار في بعض البلدان مثل هنغاريا مثلا، فرنسا. إذا هذا ليس ضمانة مطلقة، في حاجة لعمل دؤوب ومواجهة وغيرها يكون المدخل مالنا. أنا حاولت أنقل له واللي طرحها مثلا شرف، اللي طرحت أن في البلدان التي شهدت أزمات
خصوصا في بلدنا، ولا زالت تشهد أزمة ويرافقها يعني انتهاكات طبيعية وحالة غير طبيعية من العنف من الانتقام، بحاجة إلى عدالة انتقالية قبل ما توصل إلى التصرف، ومع ذلك تكونوا متعارضين ومتكاملين. ولذلك أنا طرحت مثلا الدكتور حسن طرح أن بعد 2011 لسنا بحاجة إلى عدالة انتقالية، لا صحيح، العدالة الانتقالية ستضيف سنوات جديدة إذا فهمت. ها أكدت بما تجربة تسوي. أوكي طيب صح. أوكي الحين بالنسبة لهذه البلدان اللي هي مثلا أقدمت على هذه الرغبة إنها ما تهدف، مثلا المغرب طرحوا بأن تبتدي مراجعة الملفات من سنة 59، أعتقد من سنة 59، تونس من سنة 55 إلى المرحلة اللي إذا نحن نحتاج أيضا يمكن من سنة 71 إلى 65 لفتح ملف العدالة الانتقالية. والآن نحن يمكن بعد تضاف سنوات الحين من 2001 إلى 2019 سيكون هذا ضمن. إذا هي وما معناته، وأكيد يمكن تقرير بسيوني أو لجنة بحريني مستقلة وضعت يدها على يعني كثير، وضعت يدها على واقع خلل وطلبت بإجراء تحقيقات حتى على مستوى، وطلبت بأنصاف التحقيق، ولكن كلنا نعرف أن هذا قد رجل يعني أفضل مرة ثانية تنزل حسب الخلط، لكن ليس هناك في تعارض ما بين العدالة الانتقالية وجبر الطلب وكشف الحقيقة وما بين التسامح، بالعكس يكون مقدمة وإسهام في مسألة إشاعة التسامح. نترك الختام للأستاذ جليل للكلمة الأخيرة، تفضل. بالنسبة هو طبعا نفس الموضوع مترابط بين العدالة الانتقالية والتسامح، بس لا يمكن أن نتسامح بدون عدالة انتقالية، لأن العدالة الانتقالية هي الأساس. لكن أنا أتكلم عن البيئة المجتمعية بالنسبة للتسامح مهمة، الإعلام مهم بالنسبة للتسامح، لأنه إذا في إعلام بيشحن وبيأجج طبعا بيؤدي للانقسام في المجتمع. لكن العدالة الانتقالية ما يمكن تحقيقها بدون هذه العناصر الأساسية اللي هو الحقيقة والإنصاف والمصالحة وجبر الضرر، وبعدين ممكن أنا أتسامح لما تتكامل هذه الأمور خاصة بالنسبة للضحايا، وهي مترابطة متشابكة مع بعضها البعض. شكرا. نشكر الأستاذ عبد الجليل على المحاضرة القيمة، ونشكر المتداخلين أبو منصور والآخرين، ونشكركم على الحضور، وإلى لقاء قادم، وشكرا.